الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. النهاردة إن شاء الله الفيديو العاشر من سلسلة غيرتني آية. بص يا عم، أنا النهاردة جاي أقول لك على كتاب متفهرس ومتفصل وفي أسرار الكون. يلا بينا نشوفه مع بعض. يلا بينا. في سورة فصلت، ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بيقول لك على الكتاب ده. اسمع معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب مفصل، القرآن الكريم هو الكتاب ده، ومش هتلاقي غير القرآن في كل حاجة كل حاجة كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى فصل ليا وليك في القرآن كل شيء. اسمع معايا. كتاب أحكمت صفحاته، لا، كتاب أحكمت سوره، لا برضه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب اهتم بالآية الواحدة اللي فيه مش السطر، لأن الآية قد تكون أقل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لو وقفنا لحد هنا البلاغة والمعاني كتير قوي قوي قوي، بس ربنا حب يطمن قلبك ويقول لك ان الكتاب ده لو انت ملكته فعلا هتبقى يعني وكأن الدنيا حيزت لك بكل ما فيها وأكثر، وتكون يوم القيامة ان شاء الله في أعلى الدرجات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الحكيم ربنا سبحانه وتعالى اللي يعرف اللي يصلح ليك، وعشان كده قال لك ازاي تتصرف. خبير بأحوالك وكل اللي هتقابله في حياتك. القرآن والكتاب ده باختصار ربنا سبحانه وتعالى قال لك علشان تملكه يبقى بيتعان في مكان واحد بس. عارف فين المكان ده؟ اسمع معايا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. ها فين؟ على قلبك هنا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك، مكانه هنا، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. هتسمع كلامه وهتشوف القرآن هيقول لك ايه وهتنفذ بالحرف الواحد. ومش بس كده، ده هيعرفك ازاي تلعبها صح وتطلع من الدنيا لعبها صح. ما هو القرآن قال لك ان هي لعبة. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. خمسة، نلعبها صح ازاي مع الخمسة دول؟ القرآن يقول لك ويضرب لك امثلة كمان لناس عاشتها صح ولعبتها صح، ويقول لك على ناس ما لعبوهاش صح، ويقول لك على ناس طب خلاص احنا عايزين فرصة تانية. ركز معايا، اللي لعبها صح في القرآن قال ايه؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. واللي ما لعبهاش صح، يا ليتها كانت القاضية. ويقول لك كمان ما لعبهاش صح ليه؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. واللي عايز فرصة تلاقيه بيقول لك في القرآن رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب يا رب رجعني عشان ألعبها صح تاني. والله يا رب فرصة واحدة بس أرجع وهلعبها صح. بس لا خلاص ما بقاش في فرص.
فالقرآن هيقول لك الأصناف وهيقول لك إزاي تحقق اللي أنت عايزه، وأنت اللي هتختار. القرآن مفصل كل حاجة فيه، وكل شيء فصلناه، وكل شيء فصلناه. المعنى لحد هنا واضح، بس ربنا يأكده ويوضحه ويثبته فيقول: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويقول لك برضه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. طب التفصيل اللي فيه عبارة عن ايه؟ فصلناه على علم، قواعد ثابتة لا تتبدل ولا تتغير أبدا، علم من لدن حكيم خبير. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن نزل هنا، لو مكانه بقى هنا هينتفع. طب انتفع بيه ازاي؟ يعني استفيد بالقرآن ازاي؟ امتثل الكتاب ده ازاي؟ افضل طريقة للتعلم ها اسمع اقرأ احفظ؟ لا، ربنا يقول لك: اتبعوا، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. اتبع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك برضو في آية تانية: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب، وكتاب مبين يهدي به الله. مين بقى اللي بيحفظ ولا اللي بيقرأ ولا اللي بيسمع ولا اللي بيعمل ايه بالظبط؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن الكريم لو اتبعته هينور لك حياتك. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم.